المستشارين الحضور يسعدني أن أقدم لكم جميعا كل باسمه وصفته الرأي الاستشاري لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بخصوص برنامج عمل جماعة لسنة 2022 إلى غاية 2027، حيث عقدت الهيئة 3 جلسات بخصوص إبداء الرأي، وذلك يوم 4 ويوم 11 ويوم 12 من شهر أكتوبر 2022. وعرفت هذه الجلسات نقاشات مطولة وجدية، وبعد ذلك تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات. تتمم الهيئة إحالة رئيس المجلس مشروع برنامج عمل جماعة على الهيئة للدراسة وإبداء الرأي. تثمن الهيئة حضور ومساهمة الرئيس ومكونات المجلس والفاعلين المحليين واللجن الصاهرة والسادة أعضاء الهيئة حضور لقاءات التشاورية لإعداد برنامج عمل جماعة. عدم اطلاع الهيئة على برنامج عمل الجهة والإقليم والمشاريع المبرمجة والمنجزة بالإقليم في الفترة السابقة 2015-2021. عدم استجابة القطاعات الحكومية منها الصحة والتكوين المهني والإسكان والوكالة الحضرية بالحضور لإغناء النقاش وتنزيل سياسة كل قطاع. تتمم الهيئة اللقاءات التشاورية المفتوحة والاستثمارات الإلكترونية والخيمات التي نصبت بالأحياء والتي اشتغلت بها اللجنة التقنية الخاصة بمشروع البرنامج. بعدها بدأ مناقشة المحاضر بشكل جماعي، وذلك لتفادي التكرار وربحا للوقت وتركيز الجهود. كذا تمت مناقشة مختلف المحاور وبشكل مستفيض، والتي كانت على الشكل التالي: بالنسبة للمحور الأول والمتعلق بجماعة ميرا مجال الذكاء الترابي والاستقطاب الاقتصادي، تتمم الهيئة تهيئة وتجهيز وإنعاش المناطق الصناعية، وضع استراتيجية واضحة المعادن وتمركزها لأجل تشجيع الاستثمار من احترام مقتضيات تصميم التهيئة، تفعيل مبدأ سياسة القرب بفتح أسواق تجارية واستحضار تكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وفي إطار برنامج القطب المركزي للجماعة، تم نتائج أنشطة خاصة بالخدمات لتعزيز النسيج الاقتصادي. تتمم الهيئة مشروع سوق بيع السيارات وسوق القطاني، إحداث مركز للصناعة التقليدية وتأهيل هذا القطاع الحيوي، اهتمام ودعم الجمعيات والتعاونيات المشتغلة بقطاع الصناعة عموما. تتمم الهيئة تهيئة أسواق القرب لتنظيم الباعة المتجولين للحد من هذه الظاهرة، مع الحث على التدبير الإلكتروني لهذه الأسواق. في إطار الاهتمام بقطاع السياحة، تتمم الهيئة إحداث مراكز ومتاحف وتنظيم معارض أسواق. كما نبه أعضاء الهيئة إلى العمل على إبعاد أنشطة صناعية المزعجة من المناطق السكنية ليأخذ هذا القطاع البيئة المناسبة. وفيما يخص المحور الثاني، بنيات تحتية مؤهلة وذات جودة للعيش، تتمم الهيئة فتح الطرق المغلقة بتراب الجماعة، إعداد مخطط التنقلات الحضرية والتصميم الوظيفي للطرق على مستوى الجماعة، تهيئة نقط الوقوف عموما ووقوف حافلات النقل الحضري، تنظيم وتهيئة أماكن وقوف سيارات الأجرة. تتمم الهيئة ربط الجماعة بخط الترامواي لأنه من الوسائل الهامة والحديثة التي ستعطي شحنة للمدينة عموما فيما يخص قطاع المركب. تتمم الهيئة
كتر فوقها 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 راه صحيح تكرس وكتر فوقها أنت إنسان فوضوي شكرا